التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، واللقاء يتجدد بحضراتكم. تابعنا الشوط الماضي وكان الحضور مع مسره وطهميمه بن حمد بن عنود العامري، من قدم لنا مسره قدمت العرض الجميل والممتاز. اللحظات الاخيره 9:33 تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار. شوطنا العاشر في مجموعة الأشواط وختام أشواط هذا الصباح ينطلق بحفظ من الله ورعايته مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول. أجد شديدة سالم بن عود بن سعيد العامري من يأتي بانطلاقة شديدة على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني التقدم في هذه اللحظات والانطلاق على ثاني المراكز من السريعة. سعيد بن ناصر بن سعيد الكتبي قادمة من خلال حضور السريع على المركز الثاني. المركز الثالث التقدم في هذه اللحظات هو الانطلاق مع الشهامة على ثالث المراكز. مبارك هنا بن سالم بن زعيتر العامري قادم من خلال حضور الشهامة على ثالث المراكز. المركز الرابع من الجانب الآخر بدأت تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق من الجانب الآخر حاملة الرقم 9 غرايب مطرب خلفان بن مطر من كنها الشمس قادمة على المركز الرابع. المركز الخامس القدوم والتدخل من الغزالية غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري قادم من خلال حضور الغزالية. المركز السادس التدخل في هذه اللحظات والانطلاق مع شقرة حماد بن مبارك بن يمعة الي نيبي قادم من خلال حضور شقرة على المركز هنا الخامس. غيرت في هذه اللحظات المركز اللي بعده تابع القدوم والتدخل في هذه اللحظات والانطلاق مع الظبي علي بن راشد بن علي بن عدي الكتبي غير في هذه اللحظات على خامس المراكز. من كنا على المركز السادس. المركز السابع القدوم في هذه اللحظات والتقدم من الجانب الاخر تابع القدوم والتقدم بهذا الانطلاق والابداع المثير تابع القدوم من السريعة
على سادس المراكز سعيد بن ناصر بن سعيد الاكتبي، والمركز هنا السابع او الثامن مع قصاب بن مصبح راعي التيل العامري من خلال حضور الغزالية. المركز الثامن بدأت تتقدم في هذه اللحظات دمعة ناصر بن حمد بن سهيل الخيلي، والمركز التاسع القدوم في هذه اللحظات والانطلاق مع حشيمة سعادة مطر بن حمد بن عمير الشامسي على تاسع المراكز. ختام النداء في هذه اللحظات من سعادة عبد الله بن راشد بن حمد الرزين النيادي. هذه نتيجة للمراكز العشرة الأولى المتقدمة، بينما تابع الأسماء الأخرى الشعارات الأخرى الحاضر بالانطلاق. شوط الختام، شوط الختام يا ملاك يا مضمرين، يبلغ نصاب الشوط 32 اسم، 32 اسم مع كلب لوشي رقم 32. ركزوا يا خواج هما، ركزوا يا مضمرين، التركيز مطلوب، التركيز مطلوب. 32 اسم، 32 اسم في هذه اللحظات، الأسماء حاضرة من أجل الانطلاق. الكبرى على الأبواب، الكبرى على الأبواب يا ملاك يا مضمرين، الكل حاضر، الكل حاضر، الكل متأملا من هجنة الفوز والانتصار والتسجيل في هذه اللحظات بالانطلاق المثير والتحدي. المثير المقدمة المركز الأول لا زالت شديدة، سالم بالعود بسعيد العامري من يتقدم الجموع، من يتقدم الكل من خلال حضور شديدة، من خلال حضور شديدة على مقدمة هذا الشوط السريعة على المركز الثاني قادم الاكتبية سعيد بن ناصر بن سعيد الاكتبية قادما على المركز الثاني. المركز الثالث القادم في هذه اللحظات والمتدخل الظبي علي بن راشد بن علي بن عدي الاكتبية، والمركز الرابع القدوم مع غرايب مطر بن خلفان بن مطر بن كنا الشامسي الغزالية على المركز الخامس قادم بهذا الانطلاق. قصاب بن مصبح راعي التيل العامري قادم مع غزالية على غيات هذا الحظات على المركز الرابع. المركز الخامس القدوم هو الانطلاق مع شقرة حمادة بن مبارك بن حمد الجمعة علي نبي قادم مع شقرة والأسماء الأخرى والشعارات القادمة. الله يا هذه الأسماء، الله يا هذه الشعارات القادمة بالانطلاق والحاضرة بالإبداع في هذه اللحظات السريعة 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 على مقدمة هذا الشوط سعيد بن ناصر بن سعيد الاكتمية ياتي بهذا الانطلاق حاضرا بشعار باحث راعي شردة عن الناموس على الانتصار من خلال حضور السريعة. سعيد بن ناصر بن سعيد الاكتبية بن عدي قادم، بن عدي قادم والخوف من بن عدي من خلال حضور الظبية علي بن راشد بن علي بن عدي الاكتبي على المركز الثالث، الينيبي على المركز الثالث، المركز الرابع الغزالية بالعود وناصر بن حمد بن سير الخيلي والبلوشي والأسماء القادمة والشعارات القادمة. ولكن راعي شردة اللحظات هنا الإعلان الأخير الكيلومتر الأخير والخطير والمثير وسلالة راهي ود السريع ياتي راعي شردة بهذه السلالة باحثا عن الفوز والانتصار. الأسماء قادمة يا راعي شردة، الشردة يا راعي شردة، الأسماء قادمة، الشعارات قادمة، قادمة واصلة، ولكن السريعة السريعة وكعوايد السريعة وكعوايد الشعار هذا الشعار وكعوايد هذا الشعار بدأ يسير ويطير نحو الفوز والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما إن شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الإبداع على هذا الانطلاق. كفاية بس بس الكبرى 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 على الأبواب يا راعي شردة، الكبرى على الأبواب يا راعي شردة. حافظ حافظ على هذا النوع على هذا النوع على هذا الإبداع على هذا الانطلاق. أشكرك على حضور هذا الاسم على حضور هذا الاسم. شوط الختام مع راعي شردة، مع راعي شردة ينتصر بهذه اللحظات من خلال حضور السريعة، من خلال حضور السريعة. سلام 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 على هذا الفوز والانتصار. هذه هي السريعة تتألق في شوط الختام. تهانينا وناموس على هذا الفوز.
والانتصار. سعيد بن ناصر بن سعيد الاستبيان المركز الثالث، وصل شعار الرزيني النيادي مع سعاده المركز الرابع او الثالث، القدوم مع شعار النيبي المركز الرابع، القدوم مع الغزالي غصاب بن مصطفى على عطيه العامري المركز الخامس، شعار سعيد بن خدير بن منانه الاكتبي. هذه نتيجة 9:33 من الثواني. أشكرك على السريعة سعيد بن ناصر بن سعيد الاكتبي من انتصر في شوط الختام، فتقبلوا تحياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.